بينضم لنا كمان الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ. صباح الخير يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بحضرتك، صباح الخير عليك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اعتقد ان الاستعدادات في الجامعات المختلفه بتكون تقريبا واحده، لكن خليني اتطرق مع حضرتك لسؤال اخر، لان الجامعه هي مرحله جديده في عمر الطالب، يعني المدرسه امر والجامعه امر تاني. نصيحة رئيس جامعة كفر الشيخ للطالب الجديد اللي داخل لسه سنة أولى، يعمل إيه أيا كانت كليته؟ والله إحنا بنقول لأبناء دايما وبننصحهم إن المرحلة الجامعية هي مرحلة يعني مختلفة تماما عن التعليم قبل الجامعي. هو بيلتحق بجامعة داخل حرم جامعي، الحرم الجامعي له تقاليد وله أعراف. هي مرحلة تكوين الشخصية، وهي مرحلة يعني زي ما بنقول هو يعني تأهيله بعد كده للمجتمع وللحياة العملية سواء أيا كان تخصصه، فلابد يكون ملتزم بالأخلاق الجامعية والأعراف الجامعية، ويحرص على الجد والاجتهاد منذ أول يوم لالتحاق بالجامعة، وكمان يشارك في الأنشطة الطلابية مختلف انواعها، لان هي جزء مكمل للعمليات التعليميه وبتساهم في تكوين الشخصيه السليمه للخريج بعد كده. وده اللي احنا عايزينه، اللي بتنشده الدوله من الجامعات، هو خريج مؤهل علميا و يعني زي ما بنقول كامل الاوصاف في كل الاتجاهات، قادر على ان هو يجد فرصه عمل لنفسه ولزملائه، وانه يضيف لاقتصاد المعرفه ولاقتصاد الدوله بتاعته وينهض بالمجتمع. نعم. طيب دكتور عبد الرازق، كنا بنتكلم مع دكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن المدن الجامعية والاستعدادات اللي بتقوم بها الجامعة. أكيد برضو أن في استعدادات كبيرة جدا في جامعة كفر الشيخ للمدن الجامعية واستقبال الطلبة. عايزين نتكلم برضو على الاستعدادات اللي قمتوا بيها، وكمان استقبال الطلبة هيتم من يوم كام تقريبا؟ يمكن نحن جامعة كفر الشيخ يعني حسن طالع السنة دي من البدء العام الدراسي، يعني متواكب مع بداية الأول من شهر أكتوبر السبت القادم إن شاء الله. إحنا عندنا المهرجان الثاني للأسر الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، هيبقى عندنا ضيوف من الجامعات المصرية، طلاب ووفود على اعلى مستوى عشان المهرجان بيستمر لمده 5 ايام، يعني كل اسبوع الاول من الدراسه. المهرجان ده مهرجان رياضي بيتنافس فيه ابنائنا والطلاب والطالبات على مستوى الجامعات المصريه في كره القدم وكره السرعه والالعاب الالكترونيه وتنس الطاوله وخلافه. فده بيبقى يعني بدايه يعني زي ما بنقول احتفالات الدوله واحتفالات الجامعات المصريه بالنصر اكتوبر المجيد. وبنأكد طبعا في بداية العام الدراسي على أهمية الأنشطة الطلابية وأهمها الأنشطة الرياضية في تكوين الشخصية السليمة والسوية للطلاب والطالبات. فإحنا بنجهز إن شاء الله لاستقبال من يوم الجمعة بإذن الله استقبال وفود الطلاب والطالبات على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية عشان نبدأ المهرجان بإذن الله يوم السبت القادم. بنجهز لهم كل المطلوب في المدن الجامعية لاستقبال الضيوف، وان شاء الله يبقى مهرجان رياضي على اعلى مستوى، وده من ضمن احتفالات الجامعه بانتصارات اكتوبر المجيده. نعم. طب دكتور عبد الرازق، يعني اكيد من سنه لسنه بيبقى في تجهيزات متعلقه باعاده توضيب، اعاده تجهيز المدينه الجامعيه لاستقبال الطلبه. بتتم تقريبا في الفتره الزمنيه من امتى لامتى، وايه اللي بيحصل كل سنه تقريبا؟ هي دي طبعا يعني اعمال الصيانه العاديه اللي بتتم فورا انتهاء تسكين الطلاب بعد امتحان الفصل الدراسي الثاني، ويمكن لغايه الاسبوع الاخير قبل الدراسه بيبقى فيها اعمال الصيانه الخاصه ب يعني كل شيء في المدن الجامعيه، اعمال السباكه والكهرباء وخلافه والدهانات وتجهيز كل شيء ثاني والفرش وخلافه. فهي اعمال روتينيه بتتم كل سنه استعدادا للعام الجديد. نعم. الحمد لله تمت عندنا، واحنا بقول لحضرتك دلوقتي نستعد للمهرجان الرياضي، وان شاء الله اولادنا يسكنوا في المدن الجامعيه باذن الله اللي هم ابناء جامعه الشيخ باذن الله. يعني باذن الله هنستقبلهم يوم 6 اكتوبر اللي هو الخميس 6 اكتوبر باذن الله. سنه سعيده عليهم وعلى كل المصريين باذن الله. دكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعه كفر الشيخ،
جزيل الشكر لحضرتك على هذه المكالمة، شكرا جزيلا لحضرتك.